استاذ عصام، برضو عايز اعرف رايك في اللي بيحصل من ان البعض، راي البعض اللي بيقول ان يعني انا ما عنديش حاجه اسمها اجهاد وما فيش حاجه اسمها اجهاد، احنا الاهلي لازم نكسب دايما وكذا وكذا، وعلى الجانب الاخر الراي الاخر بيقول لك لا انا عندي اجهاد ولكن ما ينفعش نظهر بهذا المستوى وبهذا الشكل. انا مصر على اقوالي اللي قلتها مع حضراتكم يعني في جلسه قبل دي، انه فعلا بعض من يجنح لفكره ما ينفعش اقول اجهاد. اولا يعني الكابتن سيد ادى اداء رائع لما قال الاهلي طالما كان موافق مفيش مشكله، لما طلع كلام عن رغبه في ارسال طلب تاجيل وكذا. ليه بقى؟ لانه ده الجزء الاداري. ده بالنسبه لبيراميدز طبعا الوقت ده. ماشي، ده الجزء الاداري واللي انت بتوصفه واي حد في اعلام الاحمر على مدار اجيال متعاقبه، ان الاداره تقدم كل شيء. الاساتذه قالوا كده على الاداره الحاليه. نعم. اذا هناك جانب فني، على الجانب الفني ان يبقى معاه كتاب كيف ترفع الاجهاد، وكتاب تاني فيه صفحات عن التدوير. اوكي. لا تستدعي لاعب من بعيد علشان تقول ادوره، وتخرج احيانا عشان تقول انت لابد ان تعمل على نفسك، انت من تجعله يعمل على نفسه. ودي الحاجات اللي اعتقد ان محتاجه المراجعات، لانه بعض الجمهور بدا يقول لك الراجل ده محيرني يوم في السماء ويوم تاني بيعمل حاجات احنا ما بقيناش كجمهور النادي الاهلي قادرين نفك طلاسمها. حتى النفس الاهلاويه مع بعض لما تشوف نقاشهم واغلبهم بيجنحوا لفكره انه اللي معمول احسن حاجه، وده حقيقي، لكن في نفس الوقت الجهاز فعلا يحتاج استكمال. ده وقته بقى مش وقته، لكن ده حقيقي، لانه ده هيعمل يعني مساحه اكبر من المتابعه، مساحه اكبر من الاعداد، ربما مساحه اكبر. هي مثلا لو ده حل من الحلول. ما انا بقول يعني لحضرتك دلوقتي استاذ عصام بيتكلم على انه من الممكن جدا يا جماعه، يعني برضو يعني انا اسف ان انا بقطعك، ولكن واحنا بنتكلم تخيل حضرتك ان انا واخد 2 بطوله افريقيا و2 سوبر افريقيا تمام و2 كاس عالم وصلت لثالث العالم. انا عارف ان انت عندكم حق وانا معاكم في هذا الكلام، ولكن انا كجمهور الاهلي دايما بقول ايه، لا انا عايز يعني انا عايز احسن لا من كده. لا مش احسن من كده، لا. جمهور الاهلي لم يعتاد ان يعني يجلس ليشاهد المباراه وهو مذعور، اوكي، وهو يراهن ان الفوز اهم. احيانا كان مبدا النادي الاهلي ان لعيب النادي الاهلي مش وقت انه يمتعك، لكن كمان مش وقته انه يظل مضغوط. يعني المفارقه موجوده. الاول كان لما يتقال مثلا انت ما عندكش فن وهندسه، لا، التاني عنده بطولات، عنده صرامه، عنده لعيبه لما كان يتفتح الباب على مدار كل الاجيال. وانا ما بقولش ان ده ما بيحصلش الوقت، ساعه التسخين تلاقي الاهلي اللعيبه نازله ورا بعض، لو حد لو الوالده قاعده فوق ما بيبصلهاش دلوقتي، اللي كنا نشوف حتى في مواجهات العظمى بعض الاخرين ممكن يروحوا للجمهور كل واحد قبل التسخين. ده اللي كان بيفرق، ان انت مش وقت الجون الحلو بتجيب. نعم. الجون وخلاص. مزبوط. مش وقت ان انت تحاول وانت اخر واحد مثلا تاخدها على صدرك، لا، طلعها مره واحده. والكلام بتاع الكوره ده يفرق كتير قوي عن فكره تعدديه البطولات مع موسيماني. ثم هذه هي يعني ضمن حقوق النادي الاهلي ان انت تبقى صائد بطولات. لو ما استطاعش مع يعني الاهلي تصطادها مع مين؟ اذا كان الاهلي اختياره ليك كان الموديل بتاعه ان انت راجل عندك، والدليل انك بسان داونز كان ليك جولات مع البطولات، هزمت كل الكبار في القاره، تعظيم سلام. لما تيجي هنا ليه التدقيق؟ ليه بعض المناطق؟ ودي اللي هتبقى مفيده جدا، انه يمط جهازه بمعرفته، ما حدش قال له ياخد مين، لكن الاهلي يستحق جهاز زي كل النماذج اللي ما بتقلش عن 10 و12 واحد في الفني والبدني واللي هو المحللين، بعيدا بقى عن الاداري وكذا. ليه؟ لان دول يا كابتن وانت عارف بيملوا مساحه حتى من الطبطبه على اللي فاير، ومن هات واحد لو خارج عن القواعد من غير ما الراجل يعرف، او حتى لو عارف بيسيبها لهم. وبالتالي يا كابتن هنا هتلاقيهم بيعدوا اللي قاعد غضبان واللي قاعد زعلان، وفي نفس الوقت هو بيقدر يسمع اكتر من راي. هنا ده مهم، صحيح مش دلوقتي، لكن انا بقول على جزء. انت لما تقعد تقول للاعبتك انه الفيديو وهو قال كده وقال في المؤتمر انا عارف الفريق ده ويصعب ايقافه، طب انت ايه اللي قلته للاعيبه النادي الاهلي دلوقتي؟ ما هم زيك بالظبط، زي ما انت حد بيترجم لك ده هم بيسمعوك انت. ثانيا، مقاطع الفيديو على ما اتصور، لا معلومه ولا اعرف، لكن على ما اتصور باين من رده فعل اللعيبه انه مقاطع الفيديو هي ابراز لمحاسن سان داونز ومخاطر اللعب مع سان داونز وخطوره سان داونز. طب فين خطوره الاهلي يا عم؟ لابد ان انت
تبقى عندك توزيع عادل للفيديوز دي علشان كمان تبقى. لا انا لو مدير فني مش هوري انا بعمل ايه، هوري يعني يعني ايه يعني انا مش هوري انا الاهلي بان انا لا انا بتكلم في اللي ما بيتقالش، انا بتكلم في اللي جوه الاول. لكن انا حضرتك بتكلم على ان دايما اتعودنا مع الكبار المدربين ان اللعيب بياخد رياكشنه من الراجل. لا بس هو دلوقتي انا لو انا مدير فني وبحط حاجه فيديو او افرجك فيديو ايه، لازم هفرجك لازم الايجابيات بتاعته بتاعت الفريق اللي قدامك بتاع المنافس عشان اعرف اقفل واقول لك اقفلها ازاي. قلت ايه بقى الايجابيات واقول لك اقفلها ازاي واقول لك كمان ها هخبطه منين. معلش هو ده هو بيعرف لكن انا افضل بيدونه نقاط القوه بتاعته. خلي بالك اسلام ده لو مسك الكره هيهريك، خلي بالك عبد الحكيم لو عدى من جنبك ده طياره. وبالتالي انا بقول مثلا مش اكيد يعني يكون حاصل، لكن انا حاسس ان ده بياتي برد فعل جنبا الى جنب مع ما انا مش عايز اقول عشان ما حدش يفكر بنقول بيحب ويكره. ما فيش واحد كوتش زي ما انت قلت عنده البطولات دي وهيفضل اي حاجه عن فريقه سواء الاهلي او اي فريق اخر. لكن فكره انه يعني جميل اللاعب الكبير انه ما يسيبوش في اوقات الشده ان مستواه نازل لياقته قليله، ودي باينه مع البعض. يعني انت في ماتش زي سان داونز برضو دي وجهه نظر عابره عشان على رايك نترجم للناس، يعني انت كانت المفاجاه مش ان ميكيسوني اللي يبدا مش تاو هز الراجل. احنا شفنا الراجل ميكيسوني ده ماتشين مع الفرقه دي بهدلهم، يعني حتى نوع من رده الفعل ويبقى الراجل جنبك. يعني فكره ايه ان تكون مفاجئ مش بتلعب بطريقتك التقليديه، ده هو الماتش الاولاني لعبك بطريقتك، يعني هو خد استلم موسيماني كان بيلعب ازاي ولعب بيها، بينما الماتش الثاني كان يفترض ان احنا نلاقي مناورات. فكره عبد القادر بدل قفشه كان لازم تبقى فكره من وجهه نظر انا فيها مفاجاه. بدل قفشه ولا بدل بيرسي؟ بدل قفشه، لكن بيرسي تاو كان لازم يبقى بديله برضه وجهه نظر انا عشان يبقى فيه شهود عادله اهو. والراجل غير ملزم، هو صاحب المسؤوليه والاهلي يختار مدرب، هو ده الحال اللي بيقول له تلعب مين ولا ما تلعبش مين عشان الجمهور يبقى عارف. وبالتالي هنا كان لازم يبقى فيه عنصر المباغته والمفاجاه، لا يمكن ابدا ان انت تتحمل الضغط. اما بالنسبه لاخطاء سواء محمد عبد المنعم او ياسر ابراهيم في الحاجات الفرديه او دي هتردها تاني لفكرة امتداد الجهاز، فمدربين تخصصيين ما وراهمش حاجة غير يعني أنا مقتنع مع حضرتك من ده اللي لازم أعتقد أنه هتبقى الأسئلة الحائرة، وما أعلموا أنه هناك جلسات بعد ما ينتهي المشوار على الأقل في الكتلة دي من المباريات المريخ القادمة إن شاء الله. وبالتالي تقدر هنا يبقى فيه حوار مفتوح كابتن خطيب والراجل على فكرة أن الأهلي يجب أن يكون لديه أحدث فيرجن في الجهاز طبعا، ثم مش هيبقى الحال كده.